يقدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. أنا اليتيم وأنا ببرح وخلاني، أنا اليتيم وأنا لكن الله عوضني. بيت في الأحلام من عند المحسنين، نستنفع به أنا ونقرأ مع اللونين. أنا اليتيم وأنا بني راح وخلاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راني في عائلة من عائلات اليتامى اللي موجودين في مدينة بيتنا اكزاكتومو في غوسبات في غوسبات. دوك خلوا البنت الكبيرة، شحال في عمرك؟ هيا قدمي روحك بسم الله الرحمن الرحيم وقول لهم مين انت وشكون انت وكامله. هيا روحي. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا. أنا إيمان، عمري 12 سنة، نقرأ السنة الثالثة متوسط. الله يبارك. إيه وين تسكنوا؟ واد لور. عندكم دور تاعكم شباب وبلادكم شابة. بلادنا هذه كاع بلادنا، باش نعرفوا كيفاش. ها كيفاش حتى اتصلتي بينا؟ أنت اللي اتصلتي؟ إيه. كيفاش تعرفي الحصة؟ إيه. واسمها الحصة؟ اليتيم. باش معروفة الحصة؟ عمو اليتيم. وتعرفي هذيك أغنية العمو اليتيم؟ ايه. كيفاش دايرة باش يعرفوا باللي انتي اللي عيطتينا مش احنا اللي جينا؟ هيا روح. أنا اليتيم وأنا بابا راح وخلاني، أنا اليتيم وأنا لكن الله عوضني. بيت في الأحلام من عند المحسنين، نستنفع به أنا ونقرأ مع اللولين. ما شاء الله. وتقرأي انتي مع الأولين؟ شوية. وعلاش شوية؟ انتي عندك الله يبارك اخوالك، عندك عمومك، شفت هنا كيفاش دايرين بيكم. البيت تاعكم داير بين الاخوال والعموم، صح ولا لا؟ هذا البيت العامر يقولولو. صافي بيتكم عامر ما شاء الله. وشفت الناس كيفاش خدموكم، خالك وعمومك كيفاش خدموكم دار دوسول. انتم عندكم كل جديد، بقات غير نجهزوه، صح ولا لا؟ أنا اليوم أنا مريض شوية، نهضر بحباح، معليش؟ قولوا الجمهور يسامحنا. صافي أنتي لازم تكوني تقراي. دوك أنتي إذا نجوك المرة الجاية ونزيد نعاود نجيك في الفصل الثاني ولا الفصل الأول، لازم نشوفوك تقراي. إن شاء الله. فهمتي؟ أنتي واش خصك باش تقراي؟ واش خصك؟ ميكرو. ديت ميكرو. وتقراي به؟ نقرا به. تعرفي تيتيليزي ميكرو؟ نعرفه. وين تعلمتي؟ عندكم دار الشباب هنا؟ لا. ما عندكمش؟ عندك عمومك؟ عندنا بصح ما نروحش. لا ما تروحيش، بس كي شافوك ما تعرفيش تقراي دوك يقول لك كوزينه، وبعد زيد تكبري شويه نزوجوك وخلاص. ها القرايه مليحه، حتى كي تروحي لزوجك ولا لاهلك مليحه القرايه، فهمتي؟ وانت اولى بهم باش تقراي. انا ما نهضرش معاهم هما، خاطرش انت الاولى اللي لازم تقراي مليح. انا نحب لي قرا، وما شاء الله تنطقي حروف احسن من اللي نتقناها حنايا. الحروف اللي نتقتيهم في الاغنيه ولا غير احسن منا بيا. تقراي قران؟ نقراه. وعندكم جامع هنا تقراو فيه؟ مدرسه. مدرسه تروحوا ليها كنتوا تروح قبل ما تقراي ليكول، كنت تروحي المدرسه تاع القران. شتي هي عندك هنا برا شابه في الاخر والتلقاء الهايل. صافي انت لازم تقراي، لازم ان شاء الله. زيد اعطيني اختك هذه. هيا واسمك؟ مريم. شحال في عمرها مريم؟ تسعة. تقراي مليح مريم؟ ان
شويه يخ... اليوم لا فامي تاع شويه نروحوا للعائلات بزاف وهذه لا فامي شويه. علاش تقراو شويه؟ ما تحبوش القرايه؟ نحبوها. تحبوها؟ واش كان يخدم باباك الله يرحمه؟ بابا واش كان يخدم؟ يرعى الغنم. الله يبارك ما شاء الله. صافي نتوما تشربوا الحليب؟ ما تشربوش الحليب دوك الناس الجزائر قاعد غير منكم. زيدي وما تطيبوش، ما تاكلوش الخبز برا، طيبوه في الدار. ها وزيدي عندكم العنب تاع الدار، العنب تاع الدار انا كليته شحال بنين. شتي انتم محطوطين في مكان الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يرعى الغنم. واحد ما نقدر نقولوا هذا احسن الخلق البشر، احسن واحد وجاز على لي زيطاب كامل، فهمتي؟ هذه حاجه نفتخر بها انا. انا الاب تاعي كان يخدم هذه الخدمه والله العظيم، كان يبيع البقر ويشيل الكباش وهذه، وافتخر بلي هذاك بويا الله يرحمه ويسعد عليه، فهمتي؟ تي باباك مات ما ماتش، الخير تاعو ما ماتش، هاو كاين، هاو الخير تاعو يمشي. هاي الدار تاعو عامره، عنده خوتو رزان، عنده خوالك، خوالك هم رزان. انا شفت، انا شفتهم بيع لهم انا بلي انتوما راكم في انتوراج هايل ومحظوظين زدتو جبتونا، حنا اللي محظوظين باش جينا عندكم، فهمتي؟ مريم نقولوا لمريم، مريم شحال تجيبي شحال؟ سبعة. شوية مليح، شوية مليح، خير منها هي، خير منها هي. لازم تقراو مريم، انتوما راكم قريب للاج تاعكم، لازم تتعاونوا في القراية. دوك نجيبوا الكمبيوتر تعودوا تقراو. شفتوهم الحصص ولا ما شفتوهمش؟ كاين واحد الزوج بنات توام، شفتوهم؟ هذوك زوج توام، واحدة كانت تقرا مليح واحدة ما كانتش تقرا مليح، ولات الأخرى أحسن من هذيك ما شاء الله، فهمتي؟ القراية أنت تقدري تقراي، ودوك هكا كي يشوفونا المعلمين تاعك راح يسهلوا لك إن شاء الله. الرحمة يطلقها ربي سبحانه، ما يعطيها لك حتى واحد، فهمتوا؟ هيا صح. وهذه القطقوطة هذه هيا، وأنت يا اسمك هذه ما تهدرش، ما تهدرش؟ تهدر. هيا صح نبداو بك. واش نجيبوا لك؟ اسمها هي حفصة. حفصة عمرها 5 سنوات، صح؟ واش نحبوا نجيبوا لك حفصة؟ هيا قولي قولي قولي. ما تعب والو حفصة، قالت لكم نشكركم اللي جيتوا عندنا وتروحي معنا حفصة. هيا هي تهدر، هي تفهم، هي صح. واش نجيبوا لك؟ فيلو. فيلو الحمد لله اللي انتقتي. لو كان نزيد نعطيك فيلو واحد اخر زيدي تهدري. هيا نزيدوا لك فيلو واحد اخر وهدري. فيلو. فيلو غير فيلو برك. والفيلو لازم لبسه تاعو على بالك. هم خوالك واعرين وعمومك. يقبضوا بالفيلو تشوفي يديروا فيك حاله برا. لا لا. يخلوك تلعبي. تغل بيهم انت. عندك الزهر باباك يحبوه. هاي. احكي لنا شويه على المكان وين تسكنوا وين كذا باش. الله يبارككم نحضرك مع الزياره. الله يحفظك، احنا عندنا الحظ باش جينا عندكم. امين ان شاء الله. المكان هذا راكم في واد لوعر. واد لوعر. واد لوعر. الله يبارك. المكان هذا من قديم الزمان، هكذا الاسم تاعها. عندها دشره كبيره، عندها 200 سنه ولا 100. الله يبارك. يعني هذه هي البلاصه هذه ونحكروك مع بارك الله فيك. انت هذو ولاد اخوك؟ انا شفت شويه درت لهم شويه فايونس شويه كالاج. انا هذا المقدور، حق المقدور، حق المقدور. معليش يعني طبعا نشكر خالق هو اللي راح. معليش ربي يسهل. خالق هو اللي راح يعني قايم بالوجه والطفل خويا. الله يبارك ان شاء الله، ربي يبارك لهم في رزقهم وفي صحتهم، سورتو الصحه ان شاء الله. الله يبارك لهم في الصحه تاعهم. بارك الله فيك الحاجي. صافي لازم تقراو مليح باش نعطوا النظره للناس اللي خلاتكم، اللي خلاكم باباكم كي خلاكم ما راحش عند الله سبحانه. انتم ما عليكم غير تقراو، ما عندك ما ديري، روحي تقراي برك، ها وخوالك يدير لك كل شيء، فهمتي؟ هيا نروحوا للغرفه. واش حبيتي نجيبوا لك؟ هذه قالت لنا فيلو. وانت ميكرو. ايه تلفزيون. ايه كنبيات شابين. روحي اكدي لي على الشابين. ثلاثة. وماماكم نسيتوها؟ ها شتي، ها تفكرتي روحك خليتي ماماك. زيدي وماماك حبت تقعد معاكم هنا؟
صافي نديروها غرفه البنات مع لا ماما تاعهم. صح. زيدي واش تحبي لي كولر؟ واش قالت لك ماما كديري لي كولر؟ نحبوها غوز ونخليو طاطاني هاد دبر راسها. صافي نخلو لها على طاطاني هاد. زيدي هاكي تخمي، هاكي تخمي كاع واش موجود في البيت غير ساعه. ساعه باش تنوضو بها. ساعه اللي تقلق ولا اللي ما تقلقش؟ كاين سوايع يقلقوا كاين لا، ديك اللي تخرجيكم في اللي تنوضوا تقراوا، نوضوا تقراوا ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفق وعطينا غير بيرو باش نقراو به. اه هادوك عيجوا ان شاء الله، هادوك يمشي مع الكمبيوتر تاعهم ان شاء الله. ربي يحفظكم ان شاء الله. خزانه كيفاش تحبوها، كبيره صغيره؟ كبيره. كبيره صح باش تحطوا كاع حوايجكم. ايه ان شاء الله. عطيني القطه نزيد نشوفوا هذه واش حبت. هيا انتي وشنو قولي، ما تخافيش واش حبيتي؟ خلاص قالت اختك. والفينو نجيبو كبير شويه باش تسوقي معاها، ولا نجيبو لها ليها برك؟ انت واش تحبي نجيبوه كبير ولا تسوقي وحدك؟ ها معليش. نشكركم اللي جيت لعندكم. انا نقول لكم بارك الله فيكم على الضيافه تاعكم، نعم الناس نعم التربيه. ان شاء الله ربي يخليكم هكا. ان شاء الله انا نقول لكم غير القرايه ان شاء الله. انتم راكم شفتوا الحصه تاعنا. عزيزي المشاهد اللي راه يشوف فينا كامل، نقول له ما البيت مليحه ما شاء الله، فيها دال دوسو جديده اللي داروها مخوالهم وعمومهم، فيها السقف بزاف شباب خادمين لهم ما شاء الله، وجدوها لنا باش نسبغوها. هذه هي، انا نشكرهم اللي كانت البيت مخدومه نصف تاعها، وكان ان شاء الله مع المحسنين ان شاء الله نقدروا كيفاش نلايموا دوزانهم، وبعد 15 يوم او 20 يوم راح نكونوا عندهم. علاش لا، لو تكون احسن بيت تحبوا تكونوا احسن غرفه، ان شاء الله تكون احسن غرفه. يلا بارك الله فيكم. انا اليتيم وانا بابا راح خلاني، انا اليتيم وانا لكن الله عوضني. بيت في الاحلام من عند المحسنين، نستنفع به انا ونقرا مع اللولين. انا اليتيم وانا بويا راح خلاني، انا اليتيم وانا لكن الله عوضني. قدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي.